أهلا بكم. منذ 15 عاما ونحن نترقب خروج الأمريكان أو ما يعرف بقوات التحالف الدولي من العراق، ماطلوا لسنوات فجلبوا داعش قبل عقد من الآن، فأصبحت الحجة حماية وإسناد ضد الإرهاب ما إن تحررت الأرض بقواتها وحشدها لا غير. صارت الذريعة تدريب واستشارة، اجتماعات ولقاءات، لجان حكومية وحوارات استراتيجية، ولا حلول إلا ما يكتب في المحاضر، حتى جاء إعلان الخارجية العراقية تأجيل لإعلان إنهاء المهام بسبب تطورات الأحداث، ادعاء لا نعرف تفسيره ولا مضمونه. فإذا كانت مستجدات الأحداث تتطلب التواجد، من وتر الأجواء من الأساس؟ من خلق العداء وبدأ الهجمات ووقف أمام نزع فتيل الأزمات؟ ألستم أنتم ذاتكم الجنات أم نحن من تبلينا عليكم؟ وفي كل الأحوال العراق هو صاحب القرار في سيادة الأرض، ولا نفهم أي سلوك أو طريق أو كلام بلغة الفرض، ولا سلام عليكم ولا رحمة من المقاومة ولا هم يحزنون. أهلا بكم. من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول راح يكون عن بيان وزارة الخارجية الذي ذكرت فيه تأجيل إعلان إنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة. نناقش بهذا الملف ضيفي الباحث في الشأن السياسي الدكتور سلام الزبيدي، مرحبا بحضرتك دكتور. حياكم الله. وأيضا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذر، مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك دكتور سلام. أبدأ مع حضرتك، شلون تقيم بداية بيان وزارة الخارجية اللي صدر بتأجيل إنهاء مهام قوات التحالف في العراق؟ شنو برأيك الأسباب اللي تدفع اليوم وزارة الخارجية لإصدار مثل هكذا بيان؟ نعم، ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وكل مشاهدي قناتكم الموقرة، وتحية لأخي وزميلي الدكتور صالح. يعني أعتقد أنه هذا الموضوع هو موضوع معقد، يعني خروج القوات الأمريكية من العراق أصبح يعني الشغل الشاغل حتى لكل الحكومات المتعاقبة، على اعتبار أنه يعني تقريبا الفترة الأخيرة تصريحات الحكومة والحكومة الأخيرة تحديدا لحكومة السيد محمد شياع السوداني أعلنت أكثر من مرة أنه انتفاء الحاجة لوجود قوات أجنبية وعسكرية داخل العراق، وهذا الموقف أيضا أؤكد من خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخرج بتصريحات إعلامية مع الرئيس الأمريكي، اتفق على أنه تتحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات تنمية بمجالات أخرى، ونحولها من الطابع العسكري إلى علاقات تنمية مستدامة على كل الأصعدة. أعتقد هذا أيضا يعني دعم من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض، وهذه اللجان عقدت أكثر من جلسة، الغرض أنه تكون هناك مخرجات لهذه اللجان المشتركة بتحديد جدول لانسحاب هذه القوات. هذه الرغبة العراقية أخذت على محمل الجد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن من قبل الجانب الأمريكي؟ يعني تصريح الرئيس الأمريكي أيضا يعني كان بهذا الاتجاه، على اعتبار أنه هو المؤتمر كان مشترك، وأكد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنتقل العلاقة من الطابع العسكري إلى علاقات مستدامة بمجالات اقتصادية سياسية استشارات اجتماعية على كافة الأصعدة، وهذا يعني أعتقد هو موقف رسمي من الجانب الأمريكي. ولكن
أعتقد المخرجات اللجان والتصريحات التي يعني تخرج عن هذه اللجان لا تتطابق مع موقف الجانب الأمريكي كموقف رسمي. هناك مماطلة وهناك مسوغات ومبررات، وأيضا هناك يعني قفز على الاتفاقيات، وهذا بصراحة أحرج الحكومة بشكل كبير، على اعتبار أن الحكومة أخذت تعهدات من الفصائل المسلحة بأن تكون هناك هدنة للتباحث دبلوماسيا مع الجانب الأمريكي لإنهاء الوجود الأمريكي، على الأقل بتحديد جدولة لانسحاب هذه القوات. ولكن أعتقد يعني الجانب الأمريكي دائما ما يعاند ويجد مسوغات ومبررات لوجوده من أجل بقاء فترة طويلة داخل العراق، وهذا أيضا يأثر حتى على استقرار الحكومة. نجحت الحكومة بأخذ الهدنة من الفصائل، واليوم الجانب الأمريكي يتحجج بقصف قاعدة عين الأسد بصاروخين، وهذا السبب اللي ممكن من خلاله تم تأجيل انسحاب. وتعرف اليوم شوف الفصائل أيضا الوعود المتكررة، يعني اليوم أنت من تعطي هدنة يجب أن يكون هناك على الأقل مقدمات لي بوادر أنه لهذا الانسحاب، على الأقل تكون هناك تصريحات تطمئن أن الجانب الأمريكي جاد فعلا بالانسحاب قواعد العسكرية من العراق. أعتقد الفصائل هي تمارس ورقة ضغط على الحكومة على الجانب الأمريكي من أجل يعني جدية هذا الموضوع، أما أنه فقط أنت تصرح ولجان بدون أن يكون هناك جدية واضحة. تعرف الجانب الأمريكي أيضا يضغط باتجاهات أخرى، يعني الجانب الاقتصادي أيضا مقوض الحكومة العراقية، موضوع الدولار والبنك الفيدرالي أيضا هو بتهديدات على الحكومة، ويربط مسألة وجوده العسكري بهذه المسألة، وبالتالي أعتقد الحكومة الآن محرجة بين المطلقة والسلاح. هذه الهدنة على طرف واحد، أيضا الجانب الأمريكي يضغط من خلال ضرب مقرات الحشد الشعبي وآخرها قبل أي هذا بصراحة انتهاك لحرمة الدم العراقي، انتهاك لسيادة البلد، هيبة البلد. الحكومة أيضا صرحت أكثر من مرة أن الجانب الأمريكي للأسف لا يحترم لا الاتفاقيات ولا الشراكة ولا يحترم حتى هيبة وسيادة البلد. انتهاك البلد واستهداف مؤسسة عسكرية، يعني تعرف اليوم الحشد الشعبي هو ضمن المؤسسة الأمنية العسكرية، بالتالي اليوم أنت تستهدف صميم المؤسسة الأمنية والعسكرية بالعراق، هذا أكبر انتهاك وأيضا ضرب لكل الاتفاقيات. دكتور صالح، رحب بحضرتك مرة أخرى. بيان الخارجية فيه قوة وموقف أم فيه تراجع وضعف لما أعلنت عن تأجيل انسحاب قوات التحالف من العراق؟ أولا تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك العزيز الأخ الدكتور سلام. ياكم الله. هنالك حقا في الجانب الدبلوماسي وفي الجانب التفاوضي لا يوجد ضعف ولا يوجد قوة، هنالك حقا مصالح مشتركة. العراق كصانع للسياسة الخارجية منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا في جميع الحكومات التي حقا التي تشكلت مسك العصا من الوسط في السياسة الخارجية، وحقا النائب النفس حتى لا يكون يعني مع في طرف على حساب طرف اخر، باعتبار العراق حقا عانى الامرين ولديه حروب كثيره ما قبل 2003 وما بعد 2003 داعش واخواتها، وما زال حقا هو في خطر محدق، وبالتالي يجب ان تكون السياسه الخارجيه سياسه فاعله. واعتقد انه انا من وجهه نظري كمختص في العلاقات الدوليه موضوع التاجيل يعني هو موضوع دبلوماسي وحركة سياسية دبلوماسية، لأن الوضع الآن في الشرق الأوسط وضع خطير جدا، وهناك تصفية حسابات حقا من الممكن أن تكون في العراق سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو لي أجندات حقا أقليمية داخل العراق، وبالتالي هذه المشكلة إذا ما أصبح العراق طرف فيها العراق سيدفع الثمن، وهو ليس له لا ناقة ولا جمل في هذا حقا إذا ما حصلت حرب. أنا أفهم من كلامك أكو رغبة عراقية بتأجيل من وجهة نظري نعم دبلوماسية، واعتقد انه صانع السياسه الخارجيه لو هو رئيس الوزراء اعتقد انه حركته حركه ايجابيه اذا ما كان متفق مع وزاره الخارجيه في هذا الموضوع، وبالتاكيد متفق، بالتالي تاجيل. اعتقد حتى الفصائل هو تعلم بموضوع التاجيل، هنالك اجتماع من قبل القائد العام للقوات المسلحه هو رئيس الوزراء سيد محمد الشاعر السوداني مع قاده الفصائل او بعض قاده الفصائل، وبلاغهم حقا بهذا قبل ان يكون هذا الاعلان حتى نكون منصفين، وبالتالي تفاهم لا سيما حقا رئيس الهيئه الحشد الشعبي واعتقد الجانب الاستخباراتي في هيئه الحشد الشعبي يعلمون ذلك جيدا، وهي حركه من وجهه نظري سياسيه دبلوماسيه للنائب النفس حتى حقيقه تعطي وقت وتفهم ماذا يحصل في المنطقه. المنطقه الان حقا
تغلي، ومن الممكن ان من الممكن ان تكون حرب في اي لحظه. اللي يسمعنا يقول هذا الكلام مستحيل يكون في ظل وجود حكومه الاطار التنسيقي اللي تكون عندها رغبه ببقاء قوات التحالف داخل العراق. نعم، الاطار التنسيقي اكثر حقيقه هو اكثر الاحزاب السياسيه حقا هو لديه يعني معرفه جيده في موضوع السلطه وكيفيه حقا اداره السلطه وكيفيه اداره السياسه الخارجيه باعتبارهم رجال دوله حقا، وحزب الدعوه تحديدا هو ماسك السلطه لحد هذه اللحظه، يعني ما لم يخرج حقيقه رئيس الوزراء لم تخرج من عباءه حزب الدعوه، وبالتالي يعني الفصائل الاطار هي منضويه في حزب الدعوه باي ذا واي بطريقه او باخرى، وبالتالي اعتقد انه حتى موضوع السياسة الخارجية هو موضوع حساس جدا، وأنا تحدثت أكثر من مرة أن يكون وزير الخارجية مع احترام وتقدير الوزير الحالي رجل مهني، نعم، أن يكون حقيقة قريب من الإطار أو إطاري تحديدا حتى يكون حقا على معرفة مع أو على حقا تماس مع رئيس وزراء. على سبيل المثال يعني عندما كان السيد العبادي رئيس وزراء كان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وهم حقا انتيم واحد، وبالتالي كان لك عمل عندما بدأوا بتصفير المشكلات وحقا وإذابة الجليد والكثير من المخرجات الإيجابية لصالح السياسة الخارجية العراقية كانت هناك فاعلة، وبالتالي الآن أعتقد أن السيد محمد الشياع السوداني ين العراق يعني يكون بعيدا عن الصراعات الإقليمية والدولية، ومن الممكن العراق أن يدخل موضوع أن يكون حقيقة طرف محايد، ومن الممكن أن يكون طرف راعي لعلاقات ودية بين الدول المتصارعة، ولكن أن يكون طرف في حرب لا، سوف يكون هو الخاسر الأكبر والخاسر الوحيد من هذه، لأن من الممكن تكون هناك صفقات. أنا أريدك توضح لي الصورة أكثر، شنو الرغبة العراقية اليوم من بقاء قوات التحالف أو مو قوات يعني هم مستشارين في القواعد؟ سأجيبك بصراحة جدا، لدينا اتفاقية استراتيجية أبرمت في عهد السيد المالكي عام 2008، لديها مخرجات كبيرة في الجانب العلاقات الخارجية وطبيعة تكوين العلاقة مع الجانب الأمريكي، واعتقد أن الدكتور سلام يعرف هذا الشيء. هذه الاتفاقية لم تفعل فقط، فعلها سيد العبادي 2014 عندما اجتاحت داعش ووصلت إلى أطراف بغداد، نعم، وفعلا استطاع حقا أن مع يعني بمباركة الفتوى الجهادية، وبالتالي حقا ذهبنا بعيدا عن الخطر. الآن صانع القرار السياسة الخارجي يعني يعرف أن هناك خطر، بالمناسبة بالجانب الديمقراطي صانع السياسة الخارجية وهو رئيس وزراء يعرف أن هناك خطر كبير جدا، وبالتالي من الممكن أن يؤجل موضوع حقيقة، من الممكن أن يعود إلى الاتفاقية الاستراتيجية فيها بند يقول على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي مصالح العراق وأن تحمي حدود العراق من أي اعتداء. على سبيل المثال لو أعطينا مجال في حقيقة في عدم انسحاب الحالي اللي هو تصريح وزارة الخارجية، من الممكن أن نذهب بهذا الاتجاه وأن يكون هناك وفد رفيع المستوى حقيقة ويناقش هذه حقيقة هذه الفقرة أو هذا البند في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأن يقول نعم نحن إذا ما فعلنا هذه الاتفاقية من الممكن أن ينسحب أن تنسحب قوات التحالف القوات الأمريكية، وبالتالي ولكن يجب أن تفعل، ولكن فيها تبعات أيضا اقتصادية، وذلك أعتقد أن المفاوض العراقي لا يريد أن يخسر تبعات اقتصادية ولا يريد حقيقة أن يتسرع في القرار، وبالتالي كان القرار من وجهة نظري صائبا. نعم، تبعات الانسحاب اقتصادية فقط أم أنها أمنية؟ من الممكن أن يكون تخوف ربما بعد الانسحاب، من الممكن أن نشهد داعش بطريقة أخرى؟ نعم، لأن أمريكا حقيقة لا توجد لديها وعود ثابتة، والغرب بصورة عامة حقيقة هم يعني نوع الغدر في السياسة موجود، وبالتالي يعني من الحق السياسة الخارجية العراقية أن تتخوف من هذا الموضوع، وعلاقاتنا الدولية لا تكون حقيقة مرتبطة بقرار خاصة الفترة يعني قرار متعجل في السياسة الخارجية حتى لا نخسر كثيرا، واعتقد انه التأجيل هو من صالح العراق ومن صالح السياسة الخارجية العراقية وحتى من صالح مع صالح الفصائل. لا، على سبيل المثال لو قررنا الانسحاب من الممكن ان تكون هناك ضربات حقيقة من قبل الجانب الامريكي ومن قبل الجانب الاسرائيلي لقادة المقاومة في العراق بحجة ان هنالك حقيقة ضرب للجانب القواعد الامريكية وتعاون مع الجانب الفلسطيني، وبالتالي حقا نعطي شهداء مثل ما اعطينا سابقا. جيد دكتور سلام، شو رايك بما طرح الدكتور صالح حكومه بقياده الاطار التنسيقي معروفه التوجه، هل من الممكن ان تكون راغبه ببقاء قوات التحالف في العراق خلال هذه الفتره؟ يعني بكل تاكيد، شوف اليوم انت بالعمليه السياسيه اليوم هو ليس فقط الطرف الشيعي او الاطار هو من يقود الدوله العراقيه، تعرف اليوم بالعرف السياسي هناك شراكة وتوازن بإدارة الدولة العراقية من خلال البرلمان ورئاسة الجمهورية وكذلك حتى الوزارات.
أعتقد هي كهذا النظام السياسي يعني ألقى بظلاله و... لا لما يكون الرأي، وإحنا شفناه بالأحداث لما اجتمع مجلس النواب خلال عطلته وصوت على خروج الأمريكان، ما راح التجأ لطرف آخر، خلاص كان قرار شيعي بحت وصوت على خروج الأمريكان. وهذه شوف بالنتيجة أنت عندك شركاء سياسيين، يعني هسه ما تحدث به دكتور صالح هو عين الصواب، يعني هل مثلا الأخوة في المكون الكردي مراغبين بخروج الأمريكان؟ بكل الله. تأكيد يعني ما مراغبين، ولا حتى الأخوة في المكون السني. بالتالي تعرف هاي اليوم تأثر بشكل كبير، يجب أن يكون هناك قرار موحد، ويجب أن يكون هناك يعني بصراحة جرأة في إعلان القرار. يعني تدري اليوم الحكومة مع جل احترامي لشكل النظام السياسي والتقسيمات اللي حصلت، سياسة وزير الخارجية مع جل احترامي لشخصه كإنسان وكشخص يعني له دور وله استحقاق بالبلد، ولكن أعتقد ميال بشكل كبير إلى حزبه ومكونه. لا دكتور، إذا تعاطي مع اليوم الحكومة تراعي مشاعر بقية المكونات، إذا على شنو صدعت روسنا الحكومة بالزيارة واشنطن وملف الانسحاب؟ هو مو ذنب الحكومة أستاذ محمد، تعرف أنت اليوم الحكومة هي نتيجة معادلة سياسية، يعني اليوم ما ممكن لأي شخص يأتي يعمل بمفرده، ما ممكن، ولا حتى يكون هو مطلق اليد بصناعة القرار السياسي. هكذا قرارات سيادية تحتاج إلى توافقات لكل القوى السياسية. اليوم أنت عندك شركاء معك بالعملية السياسية، يجب أن تتخذ قرار بهذه الكيفية وبهذه القوة، يجب أن ترجع إلى القوى السياسية الأخرى. أنا أعتقد أنه اليوم الجانب الدبلوماسي هو مهم جدا، الحكومة لا خيار لها إلا بالجانب الدبلوماسي، على اعتبار أنه شوف اليوم لا قواعد الاشتباك هي متكافئة، ولا قوى يعني القوى الأخرى اللي هي ممكن قوى المواجهة أو موازين القوى تكون بمستوى واحد، فبالتالي ما ممكن أن تقحم الحكومة نفسها بصراعات، والمنطقة الآن تغلي على صفيح نار ساخن. إذا أريد نفترض أن الحكومة فعلا لديها رغبة بتأجيل موضوع الانسحاب ورغبة ببقاء مستشارين قوات التحالف بالقواعد العسكرية، شنو الأسباب اللي تغيرت خلال فترة ما بعد الزيارة إلى اليوم اللي تجعلها تغير رأيها وتفكر بموضوع التأجيل؟ يعني أعتقد هو مماطلة أمريكية وضغط أمريكي، يعني هي ليس برغبة الحكومة. يعني تعرف اليوم قبل ذهاب السيد وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة ولقاء بلينكين، أعتقد التصريح كان أنه سيحدد موعد ويعلن موعد لجدولة انسحاب القوات الأمريكية، لكن عندما ذهب أكيد هناك متغيرات حصلت من الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي قلت لك يضغط باتجاهات كبيرة. يعني حتى الوفد اللي ذهب قبل أسبوعين تقريبا، وفد رفيع المستوى من قادة أمنيين، أنا قريب على تصريح، أنا سألت أحد يعني الشخصيات الذي ذهبت مع الوفد، قال إحنا تحدثنا بجانب مهم، هو ماذا بعد الانسحاب؟ يعني شنو اللي الجانب الأمريكي اللي شلون راح يكون نوع التعاون؟ ف كان عندهم مبررات انه الجانب الامريكي انه لا يوجد نية بالانسحاب في الوقت الحالي، لان العراق لديه مخاطر كبيرة وكثيرة وتهديد خارجي، وايضا هناك سلاح منفلت داخل الحكومة العراقية، ومن الصعب جدا ان نعلن انسحابنا بدون ان يكون هناك خطوات للحكومة بالالتزام بالاتفاقيات بين الطرفين. حتى الصورة لا تكون ضبابية، المماطلة والتسويف والرغبة بالبقاء من قبل الجانب الأمريكي هذا موجود ومتفق أكيد عليه، لكن رغبة الحكومة العراقية قبل قليل تتحدث عن أنه تراعي مشاعر بقية أو آراء بقية المكونات العراقية. أنا أريد رأي الحكومة حاليا، البعض يقول لا الحكومية، الحكومة موقفها ثابت وتريد إنهاء هذا الملف وبالتالي مغادرة. لا تراعي، يعني بصراحة الحكومة موقفها واضح أنه هي مع الانسحاب، وأعلنتها بشكل صريح أنه انتفاء الحاجة لوجود قوات أجنبية داخل العراق، وهي حتى هذه موجودة ضمن البرنامج الحكومي. يعني البرنامج الحكومي للسيد السوداني موجود أنه موضوع جدولة انسحاب القوات الأمريكية، لكنه الحكومة يعني تكون هي واقعية. إذن شنو هذا البيان بهذا التوقيت؟ منو اللي دفع أنه تصدر الخارجية بيان بهذا التوقيت؟ رغبة عراقية أم ضغوط؟ ضغوط أعتقد، يعني مجبرا أخاك لا بطل، بأن أنت تعلن بهذه، يعني تدري أنت اليوم
الحكومة عندما على لسان وزارة الخارجية، الخارجية تمثل رأي الحكومة، تعلن أنها تعرضت إلى ضغوطات كبيرة ولم تصل إلى حل مع الجانب الأمريكي، ولا خيار لها إلا الجانب الدبلوماسي. وأعتقد أنه إذا دعمت الحكومة من قبل كل القوى السياسية وكان التزام أيضا من الفصائل وتعاون مع الجانب العراقي، ممكن أن نضغط على الجانب الأمريكي ونغير. هو ليس نص قرآني، ممكن أن تتغير هذه التوقيتات ونضغط على الجانب الأمريكي ونقرب الموعد بانسحاب على الأقل جدي من الجانب الأمريكي. أنا أعتقد إحنا لدينا مقاومات ومراكز قوة كبيرة، لكن لم يستغلها الجانب العراقي بسبب الصراعات السياسية والتشظي والانقسام بالرأي، وهذا مهم جدا. يعني يعرف دكتور صالح، هو يعني تخصص علاقات دولية. نعم. اليوم تأثير القرار يجب أن يكون بوحدة القوى السياسية داخلية. ويعني أنت عندما يكون هناك تشظي، أعتقد الجانب الآخر يستغل هذا الضعف أو التشظي أو الصراع داخل عملية سياسية. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا سمعت إذا القوات الأمريكية انسحبت راح تبقى عندها قاعدة في قاعدة حرير في أربيل، فبالتالي تعرف شوف يعني هذا التبني أنه أربيل هي جزء من العراق وليس جزء طبعًا. من العراق، فهذا أيضا يضعف بقوة القرار العراقي، بما أنه ستبقى قاعدة في أربيل إذن ما راح نشتغل أي، وهذه القاعدة ممكن أن تتمدد وممكن أن تكون هي حاضرة لأن زيادة قواتها في أي عملية أو خرق أو لا سامح الله توترات ممكن أنه توسع قواعدها. دكتور صالح، ذهبت مع رأي أنه من الممكن أن تكون رغبة حكومية ببقاء قوات التحالف داخل العراق. إذا اليوم نريد نضع في ميزان فوائد ومضار قوات التحالف في العراق، شلون ممكن نقسم؟ أنا لم أقل هناك رغبة، إنما قلت هناك حركة دبلوماسية ذكية للحكومة، هكذا قلت. وبالتالي صانع القرار السياسي الخارجي والدبلوماسي حقا العراقي لديه مساحة بالحركة، وبالتالي من ممكن حقا، وهي كلعبة الشطرنج، وبالتالي أي حركة خاطئة من ممكن أن يعني كش ملك، وبالتالي لك مشكلة كبيرة حتى للنظام السياسي العراقي برمته حقيقة. هذه أمريكا، وليس أنا أتحدث بصراحة كمختص بعيد عن الجانب العاطفي. أنا ما أريد أقول لك ما صار إنه هواي، بس القصد يعني قلت لك من الممكن أن تكون رغبة عراقية، قلت لي ممكن. القصد لا قلت لك حركة دبلوماسية للحكومة، وأنا مع هذه الحركة حقا مع الجانب. لو كنت أنا رئيس الوزراء حقا لاتخذ هكذا قرار، حتى شنو اللي يدفعك تأخذه حتى تكون حقا الصورة القادمة لطبيعة الحرب الممكنة أن تكون حقا لدي الآن هي ضبابية. لا من الممكن أن تكون حرب، لا حرب، صراعات إقليمية حقا، حشود، أساطيل أمريكية وصلت إلى قريب جدا علينا، وبالتالي حقا أنا لو رئيس وزراء ماذا أفعل؟ من الممكن أن يعني أذهب لأكسب الوقت، يعني من الممكن أن يكون هناك وقت، وبالتالي لا أستطيع أخسر القطب الأوحد حقا كحليف على الأقل استراتيجي لدي اتفاقية معه. وبالتالي على سبيل المثال لو خرجت القوات الأمريكية بإرادة عراقية وبإصرار عراقي وحقا طردوا من العراق، وبالتالي ليش طردوا؟ هذه اتفاقية تمت في الزيارة الأخيرة للسيد رئيس وزراء بواشنطن. حقيقة أنا سأتحدث لك صراحة، زين، ما يعلن بالمؤتمرات الصحفية ليس هو المكتوب على الورق مثل ما تفضل الأستاذ. هناك مشكلة كبيرة في المفاوضات، وبالتالي حقيقة علينا أن نعلم هنالك حقيقة في السياسة الخارجية لأي دولة السيادة حقيقة جزئية وليست مطلقة في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. تدعي الديمقراطية ولكن اللوب الصهيوني لديه نصف القرار في أمريكا، وبالتالي لا توجد سيادة مطلقة في أمريكا، فكيف بالعراق على سبيل المثال؟ زين. العراق الجانب الإقليمي يستطيع أن يجتزئ من السيادة، دول جوار العراق على سبيل المثال تركيا الآن مقتطمة جزء من السيادة، الأردن تأخذ حقا بعض الموارد الاقتصادية وهو حقا هم تنضغط على السيادة بإرادة أمريكية وبتوقيع حكومات سابقة على سبيل المثال. أنا أتحدث بصراحة، هذه كل هذه المقومات وكل هذه معوقات وليس مقومات تجعل من صانع السياسة الخارجية العراقي أن يكون بطيء في اتخاذ القرار وأن يتأنى، لأن حقيقة القرار المتعجل سوف من الممكن أن يكون حقا لا تستطيع معالجته إذا ما حقا نفذ وقته، وبالتالي ذهبنا باتجاه أن تكون هناك حقا تصعيد مع الجانب الأمريكي مع الجانب الإقليمي. حتى يعني احنا على سبيل المثال نضغط الكثير، نقول لماذا الحكومة العراقية على سبيل المثال لماذا لا تقضع الجانب الاقتصادي مع تركيا وتركيا دخلت في حقا في الأراضي العراقية. أيضا هناك اتفاقية هي نوع من اتفاقية حقا الإطار مع الجانب التركي، وفيها حقيقة
مخرجات ايضا للجانب العراقي، ولكن لحد الان العراق لم يضغط حتى في الجانب الاقتصادي لحسابات صانع السياسه الخارجي العراقي، لان الاقليم لديه علاقات واتفاقات خارج الحكومه مع الجانب مع الجانب التركي، وبالتالي هو حقا تقليل من سيادة العراق، وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها العراق. ولذلك رئيس الوزراء حتى لا يستطيع، وليس لديه عصا سحرية يرضي الفصائل ويرضي الشعب وأن يكون حقيقة على علاقة قوية مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإقليمي، هذه مشكلة كبيرة. رأيك من اللي يعطي أو يسمح بقوات التحالف أو الأمريكان بأنه يعطيهم ويقدم لهم الذرائع حتى يحصلون هالفرصة ويتمسكون بالبقاء داخل العراق؟ أمريكا تلعب اللعبة حقيقة في العلاقة دي اللعبة الصفرية. ماذا تقول اللعبة الصفرية؟ هاي في العلاقة دولية معروف، القوي عسكريا وإقليميا ومتفرد في قيادة النظام الدولي، أمريكا قيادة للنظام الدولي من عام 91 لحد الآن، تلعب اللعبة الصفرية مع جميع الدول، حتى فككت الاتحاد السوفيتي، ورطت روسيا في حرب مع أوكرانيا، ولحد الآن روسيا لم تخرج من هذه الحرب، اجتاحت العراق وأفغانستان، وحقيقة هي مخرجات النظام السياسي ما بعد عام 2003 نتيجة هذه الأفعال، صح لو أنا يعني هذا حقيقة. وبالتالي من الممكن حقيقة أن تلعب معنا اللعبة الصفرية، وهي الحصول على كل شيء مقابل خسارة كل شيء. الحكومات العراقية حقيقة جميعا ووزراء الخارجية جميعا حقيقة يلعبون اللعبة غير الصفرية، والحصول على بعض المكاسب ولا يخسروا جميع حقيقة جميع اللعبة، وبالتالي أوت. لذلك حقا يلجؤون الى لعبه غير الصفريه، وهي ان تحصل على شيء وتطالب بالشيء الاخر افضل مما تخسر صفقه واحده الكل، وبالتالي تذهب باتجاه ان تكون لك مواجهه كبيره جدا. حقا نحن لسنا الان حقا لسنا مؤهلين لاي مواجهه، حتى مواجهه اقليميه ليس لدينا القدره، وانا مسؤول عن كلامي والجميع يسمعني من خلال قناتكم العراق، وهذه دعوه لجميع الاخوان في الفصائل وحقا وقواتنا المسلحة. نعم لدينا جهوزية أن ندافع عن أنفسنا إذا ما تعرضنا إلى خطر، ولكن ليس لدينا حقا قوة أن ندخل في صراع إقليمي ليس للعراق فيه ناقة ولا جمل. رسميا ما عنده أي صراع إقليمي ولا من الممكن أن يتدخل نهائيا. العراق لا يتدخل، ولكن هنالك حقيقة أجندات تعمل لزج العراق، حتى ما في أمريكا دول الخليج تحاول حقا ان تجعل العراق ساحه للصراعات، وبالتالي من الممكن ان تصفي العراق نتيجه حقيقة بعض التصرفات التي حقا تحسب على بعض القاده يعني حقا في دول المنطقه، وبالتالي اعتقد من الممكن ان نذهب باتجاه جوانب سلبيه اكثر من هي جوانب ايجابيه. بقاء القواعد راح يحمي العراق من ان يذهب بهذا الاتجاه. القواعد حقيقه مثل ما تفضل استاذ سلام سوف قاعده اربيل تبقى، وهنالك طلب لحد الان غير مكتوب من قبل الجانب الغربي، سيستضيفون حقيقه قاعده امريكيه في اذا ما انسحبت هذه القاعده ستكون في الجانب الغربي في المنطقه الغربيه قاعده امريكيه ايضا، وبالتالي سيكون العراق حقيقه والجانب الشيعي ليس حقيقه سيتحمل المسؤوليه كامله في هذا الموضوع. نعم. جيد. دكتور سلام، ملف الانسحاب والاتفاقيه خلال الزياره اللي تم الاتفاق عليه في واشنطن على ما يبدو وضرب عرض الحائط، هل سنشهد بقية ملفات لا يتم العمل بها أو تضرب عرض الحائط، مثلا أبرزها ملف الاقتصاد؟ يعني أعتقد أنه هناك ضعف للمفاوض العراقي لعدة أسباب. يعني أنا أعتقد أنه لا خيار أمام الحكومة العراقية إلا الخيار الدبلوماسي، لأنه أكرر وأقول إحنا نفتقد إلى قواعد الاشتباك وموازين القوة، بالتالي ما ممكن أن تدخل في صراع يشعل المنطقة والعراق سيكون المتضرر الأكبر منه. فإذا أنت عندك خيارات، أولا عندك مصادر قوة كبيرة، أولا يجب تنويع الاقتصاد وتحرير الاقتصاد العراقي والدولار من فكي الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تنوع الاقتصاد ويجب أن تنفتح على الدول الأخرى حتى على الأقل نتحرر من هذا الضغط اللي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا يجب أن ترمم العلاقة الداخلية، ويجب أن يكون هناك قرار موحد وسياسة موحدة للضغط على الجانب الأمريكي. أنا مو اليوم بغداد تطالب ب يعني انسحاب القوات الأمريكية وأربيل الطالب بها والأنبار الطالب بوجودهم، فهذا بصراحة هذا يضعف القرار العراقي، وهو ما يسمح ويكون مبرر ومسوق للجانب الأمريكي بوجوده داخل العراق. يعني أكثر من مرة الجانب الأمريكي برر أن هناك تهديدات خارجية ما زالت تهدد الأمن العراقي من خلال تحرك
مجاميع داعش أو ما شابه ذلك. وهذه حقيقة هي أمريكا هي تلعب هذه السياسة، ومعروف أنه هي تجد لها مبرر. وأعتقد وأجزم أنه من يستهدف القوات الأمريكية بالوقت الحالي، وأنا مسؤول عن كلامي، أنه هو يريد بقاء القوات الأمريكية، لأن هذا دي يجد لها المبرر. يعني تعرف أنت الحكومة اللي تشتغل والجانب الأمريكي يريد له ذريعة. يعني أنت اليوم تستهدفه يقول لك أني إذن أكو تهديد، أكو فصائل خارج الدولة، وبالتالي أني بقائي من أجل أن أحمي مصالحي، أكو تهديد علي، فبالتالي راح يصير رد أمريكي، وهذا الرد راح يخسرنا دماء عزيزة علينا بصراحة، وإحنا ما مستعدين لذلك. بعد هذا البيان الحكومي، من الممكن أن تكون ضغوط على الحكومة العراقية من قبل فصائل المقاومة؟ هذا اللي أقوله، يجب أن يكون هناك ضغط على وأن أعمل مع الحكومة بكيفية أن أضغط على الجانب، أضرب مصالحه. يعني تعرف اليوم ومو فقط ضرب القواعد، ممكن أضرب مصالح الجانب الأمريكي، أتفق أضرب مصالح الجانب، يضغط عليه بالتنويع الاقتصاد، أقلل من طلب الدولار، أنتقل إلى العملات الأخرى والدول الأخرى. هاي كلها ممكن تكون وسائل ضغط، إذا اجتمعت كل القوى السياسية والفصائل نضغط على الجانب الأمريكي، هو راح يطالبك منه. يفيد هذا الضغط، البعض يقول لك في بعض التطورات الأخيرة والتطورات الأمنية بالمنطقة من سابع المستحيلات أن نشهد انسحاب القوات الأمريكية. أستاذ محمد، واقع حال أمريكا اليوم تصف بالشرطي الحارس على كل دول العالم، تسلطها على كل دول العالم. ما يجري في المنطقة اليوم مع ابنتها المدللة إسرائيل خير شاهد على ذلك. اليوم يعني شوف اللي عملوه بغزة، يعني بهذه يعني الدماء والقتل والاستباحة، وهذه يعني بصراحة مأساة يوميا نعيشها. هل حرك ساكن كل القوى العربية، الفصائل، المناضلين؟ ما حركوا قوة يعني ولا يستطيعون أن يعملون شيء أمام هذه المجازر اليومية اللي تقوم. فبالتالي ما أريد نحول المنطقة إلى مجازر أخرى، يجب أن نسلك مصادر قوتنا. اليوم احنا نعرف حجمنا ونعرف حجم قوتنا، يجب أن نذهب مع الجانب اللي ممكن أن نضغط به على أمريكا، ومن حقنا كدولة وكسيادة أن نقولها الولايات المتحدة الأمريكية اخرجي خارج العراق، نحتفظ نحمي لك مصالحك. أمريكا شو تريد؟ تريد تحمي مصالحها ليس فقط بالعراق، وإنما في منطقة الشرق الأوسط. عندما تشعر أن مصالحها مؤمنة وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية وشركاتها هي مؤمنة بالعراق، ما أعتقد راح تعارض بقاء قوات عسكرية داخل. دكتور صالح، بدقيقة واحدة، الخيارات المتوفرة أمام الحكومة بالذهاب بهذا الملف والأنسب في ظل التطورات الأخيرة؟ حقيقة أن يكون هناك الآن، يعني قبل حقيقة قبل غد، أن يكون هناك وفد رفيع المستوى يذهب إلى الجانب الأمريكي حقيقة ويضع النقاط على الحروف وليس تصريحات، وبالتالي يجب أن تكون هناك جدولة للانسحاب ووقت جديد أو مبررات للبقاء، وبالتالي حتى نكون على معرفة، وأن حتى أن تكون لك مصارحة بين القائد العام للقوات المسلحة سيد محمد الشاع السوداني وفصائل المقاومة وقادة الحشد بصورة عامة والقوات الأمنية. وحتى حقيقة أتمنى أن يكون لك تقارير، وأكيد هي موجودة ولكن نحن نتحدث بها مباشرة، أن تكون لك تقارير استخباراتية عن الوضع الحرج من قبل جهاز المخابرات العراقي، وأن يضع حقيقة مع هذه الفصائل وأن يقرؤوه جميعا حتى يكون لك قراءة واضحة، وأين العراق حقيقة أين ذاهب في هذه المرحلة إذا ما كانت هناك حرب، وبالتالي إذا ما حقيقة تحققت هذه الإرادة وكانت هناك مصارحة قبل ذهاب هذا الوفد الدبلوماسي، سيكون هناك تنسيق كبير جدا. وأنا واثق تماما وجدا بأن قاعدة المقاومة الحقيقيين هم مع الجانب الحكومي باعتبارهم جزء من الفصائل السياسية التي شكلت الحكومة. برأيك شنو رأي قادة المقاومة اللي قريبين من القيادات الدولة القريبة من الحكومة على علم واطلاع بهذا البيان، وشنو راح يكون موقفهم؟ أكيد هم يعني عرفوا البيان، وأعتقد البعض منهم يعرف قبل أن يكون هناك بيان، ولكن أعتقد هم أيضا حقيقة من الممكن أن يعطوا فرصة للحكومة باعتبار إذا تدخلوا في السياسة الخارجية حقيقة للحكومة باعتبار هناك تقويض للجانب الدبلوماسي، وهذه مشكلة. أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشدر، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. والباحث في الشأن السياسي دكتور سلام الزبيدي، أشكرك جزيل الشكر. الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول بيان وزارة الخارجية بتأجيل إعلان إنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق. نتابع.
إذا مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن افتتاح مطار بغداد أمام المواطنين ابتداء من يوم غد السبت. نناقش هذا الملف مع مدير علاقات وإعلام وزارة النقل السيد ميثم الصافي. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك. يوم غد موعد افتتاح مطار بغداد أمام المواطنين للدخول، شنو تفاصيل الخطة الجديدة؟ كيف تدخل السيارات؟ لوين؟ والأمور الجديدة الأخرى التي ستنطلق يوم غد؟ شكرا جزيلا لكم لتحت الفرصة للحديث عن موضوع مطار بغداد الدولي، سواء افتتاح مطار بغداد أو الحديث عن المطار بشكل عام. بالتأكيد أنه اللجنة الأمنية المختصة بوضع يعني ضوابط افتتاح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين أكملت أعمالها يوم أمس، وكان هنالك تحديد لموعد الإعلان، موعد للإعلام عن افتتاح مطار بغداد الدولي. كان التحديد الموعد انه يكون يوم السبت اللي هو يوم غد الساعة 8 صباحا. بالتأكيد انه هنالك ايضا اجراءات قامت بها الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية وفق الشروط اللي يعني تنسجم مع نجاح عملية دخول المواطنين الى داخل المطار. هذا الموضوع بحد ذاته ارهق المواطنين. كانت حكومة الخدمات عازمة على أن يكون هنالك تسهيل لإجراءات دخول المواطنين إلى مطار بغداد الدولي. السيد وزير النقل الأستاذ رزاق محيب السعدوي ومنذ إعادة المطارات إلى وزارة النقل وجه بأن يكون هنالك تسهيل بالإجراءات سواء في دخول مطار بغداد الدولي أو على مستوى الخدمة المقدمة داخل المطارات وكذلك من خلال النواقل الوطنية. زين، هو بالأشهر الأولى من استلام حكومة السيد محمد الشجاع السوداني تم فتح المطار أمام المواطنين وتدخل السيارات توصل حد الصالة يمكن على ما أتوقع. بعدين انغلق. لا مو انغلق، لا اكو اجراء، هو كان افتتاح جزئي. هو انا اريد افهم شنو الفرق انه اليوم مسدود ونعلن عن افتتاحه، مو اساسا هو كان مفتوح قبل اكثر من سنه، شنو اللي تغير؟ لا اللي تغير، هو ما كان مفتوح اساسا. ليش كان واحد من الناس داخل المطار واصل الصالة؟ تدخل المطار من خلال النداءات او من خلال الباجات، تمام؟ لا، جت فتره اللي عنده مسافر عنده تذكره. لا هو هذا والدته تدخل، اللي عنده تذكره يدخل، يعني ماكو مشكله بالموضوع. زين، لما كان هناك توجيهات او افتتاح من قبل دوله رئيس الوزراء في حينها كان من خلال ان يكون هنالك الدخول لصاحب التذكره واللي رافقه، زين، يوصل للمطار ويرجع. اما عمليه استلامه فاكيد انه ما راح يدخل المرافق باعتبار انه ما عنده فد وثيقه تثبت انه هو جاي للمطار لغرض اصطحاب احد المسافرين. هسه شنو اللي تغير؟ اللي تغير انه حاليا راح اي مواطن يدخل المطار بدون يعني طلب اي مذكره من عده، سواء يعني هويه او باج تعريفي وكذلك وثيقه يعني رسميه وغير رسميه لدخول مطار بغداد يعني الدولي. زين، هذه مقتصره على السيارات الخصوصي، لو يقدر ابو التاكسي ايضا يفوت. انا اليوم ضايج اريد اروح اقف بباب الصاله. قبل نناقش هذا الموضوع، احنا دائما كنا ضيوف بقناتكم الموقره والقنوات الاخرى، كانت تطرح موضوع مهم، هو موضوع التاكسيات العامله في مطار بغداد الدولي ومدى تعاملها مع موضوع المواطنين والمسافرين والمضايقات اللي تعرض بالاعلام. وكان الموضوع ايضا موضوع يعني ارهق من احنا كوزاره النقل بالتعامل مع هذه المواضيع بشكل عام. فكانت واحده من الامور اللي دعت دوله رئيس الوزراء وكذلك السيد وزير النقل والمعنيين في قطاع النقل ان يكون هنالك اجراءات تصحيحيه لعمل المطارات. فكانت هذه احدى هذه الاجراءات، ان يكون هنالك عدم حاجه المواطن الى ان يكون مضطر لاتخاذ قرارات او ان يكون يعني يروح باتجاه ما يريده اصحاب الشركات. فبالنتيجة انه هو مخير يجيب سيارته، يقدر يخليها بمطار بغداد الدولي ويسافر ويرجع لها، او يتصل باحد اقاربه يجي يستلمه من مطار بغداد الدولي، او ياخذ تاكسي. اكو اماكن مخصصه، جراجات مخصصه؟ بالتاكيد لدينا السيارة. مطار موجود في العفو لدينا مرآب موجود في مطار بغداد الدولي لاستيعاب عدد من السيارات. اكو معلومه تقول انه سعر الليله بهذا الجراج 10000، بالتالي اللي يسافر ل 10 ايام يدفع 100000، ياخذ له تاكسي ارخص له بهواي. لا هو يعني ما توصل الاسعار مثل ما تفضلت حضرتك. بالنتيجه ايضا هذا الموضوع احنا مخلينه بالحسابات، عندنا رقم ساخن وراح نزودكم به، وايضا ارقامنا موجوده امامكم. اي طريقه تتعامل بطريقه يعني سلبيه بالتعامل مع المسافرين نتدخل بشكل مباشر. اي احنا نريد نعرف هسه ايش قد سعر الجراج حتى تكون واضحه لا يتم استغلالنا. سعر الجراج بالتحديد يعني لازم نرجع للشركه العامه لاداره المطارات فيما بعد افتتاح مطار بغداد الدولي. زين، ما السعر السابق ما نقدر نحدده حاليا لان ربما يكون هنالك تغيير بالايام الجايه. فهذا الموضوع يحتاج ايضا يكون به دراسات. يوم غد احنا بعد افتتاح المطار راح نعلن عن كافه التفاصيل. يلا نعرفها بالاستضافه الجايه. لا يوم غد احنا راح نعلن عن كافه التفاصيل، ولربما يكون هنالك ايضا تعديل على بعض القرارات اللي صدرت بعد دراستها مره اخرى، خصوصا فيما يتعلق بالعجلات. كان هنالك يعني
تحديد لنوع العجلات اللي راح تدخل مطار بغداد الدولي، واللي هي تحددت ان يكون هناك عدم الدخول للعجلات ذات يعني ثلاثيه العجلات او المركبات ثلاثيه العجلات، وايضا الدراجات الناريه وسيارات الحمل بكل انواعها، وايضا التاكسي اللي يعني فوق موديل 23 فما فوق تدخل جوال 23 ما راح يعني تدخل 2022 ما تدخل المطار. هو الاجراء ما راح يكون اجراء ثابت بقدر ما ان يكون هنالك تجربه لعمليه نجاح دخول مطار بغداد الدولي، وبعدها يكون هنالك ايضا تسهيلات اخرى. ايضا راح يكون هنالك عدم دخول العجلات اللي ما يكون بها متطلبات الامان والسلامه للركاب. هذا الموضوع ايضا ما راح يكون يعني ما راح نسمح لهم بدخول. يعني مثل شنو؟ احنا ما نقدر نحدد نوعيه العجلات قدر ما انه هي راح يتم فهمها من قبل المواطن اثناء الاجراءات اللي راح نقوم بها، باعتبار انه هذه العجلات تنسجم مع دخول مطار بغداد الدولي او لا. اي سيد، انتم الباشر عندكم انطلاق افتتاح، بالتالي نعم. اليوم المواطن شنو يجي الصبح ياخذ تعليمات يلا يدخل المطار؟ احنا التعليمات او الضوابط اللي ذكرناها لحضرتك واضحه جدا، ما بها اي يعني ضبابيه، لكن تبقى العجلات اللي ما مسموح لها اللي هي ما تحمل مواصفات السلامه والامان ايضا واضحه. بين يعني العجله هذه ما بها مواصفات سلامه وامان، اللي مثلا السيارات عفوا المركبات اللي بدون ارقام زين، المركبات اللي ما بها وثائق رسميه مثلا زين، المركبات اللي ممكن انه هي ما تصلح ان تكون داخل مطار بغداد الدولي. نفس الوقت احنا مثل ما نريد نفتح المطار امام المواطنين، احنا نريد ايضا نرسخ مفهوم النظام بداخل المطار. ما يصير الموضوع يعني باسراف او يعني احنا نقول لا افراط ولا تفريط، لكن امر بين امرين، يعني احنا نفتح المطار ويصير الامور فوضى. لا، ما نريد يكون الامور تحت سياق معين، تحت ضوابط معينه، وايضا اجراءات معينه نقدر نحافظ على قيمه المطار واهميته. جيد. بنفس الوقت يعني هذا الموضوع افتتاح المطار هو جزء من مشاريع كبرى يعني داخل مطار بغداد الدولي. لا ننسى ان وزاره النقل الشهر الجاي راح يتم المباشره بال 12 مشروع اللي هي تاهل مطار بغداد الدولي كمرحله اولى قبل مرحله خطه او محفظه الاستثماريه للاي اف سي، اللي هي راح تكون تاهيل المطار بشكل اوسع وايضا توسعه المطار. هذه ال 12 مشروع راح تشمل حدائق المطار، الساحات اللي موجوده بالمطار راح تكون كلها ساحات خضراء، نعم. الاهتمام بارضيات المطار، الاهتمام بمفاصل المطار سواء المفاصل اللي لها علاقه بالامور الصحيه وكذلك لها علاقه باستقبال المسافرين. ايضا راح يكون هناك اهتمام بالمدارج، راح يكون اهتمام بنوع الصاله والخدمه المقدمه بداخل الصاله. وهذه ال 12 مشروع مشاريع مهمه تقدر كلفتها الماليه راح تكون تقريبا 40 مليار دينار عراقي. جيد. اكو جزئيه يمكن يهتم بها الشريحه، تاثر على شريحه كبيره، هم اصحاب التاكسيات. نعم. يجوز اليوم يتساءلون عن التعليمات الجديده. اي تاكسي تدخل فوق الموديل لو شنو التعليمات بالضبط بخصوص اصحاب التاكسيات؟ يعني هسه تاكسي 23 يقدر يدخل؟ نعم. ياخذ كروه ويطلع؟ نعم بالتاكيد. اذا 22 ما يقدر مو بس ياخذ كروه، يقدر ياخذ جوله بالمطار ويطلع بدون كروه. زين. هذا الامر ما يتعارض مع الشركات العامله لنقل المسافرين داخل المطار؟ خطه دوله رئيس الوزراء ووزاره النقل السيد وزير النقل واجبنا احنا خدمه المواطن. ممتاز. وهذه المؤسسات هي يعني موجوده لخدمه المواطن. اي عمليه ابتزاز للمواطن او عمليه ضغط على المواطن باتخاذ اجراءات معينه ما راح نسمح بها، فبالنتيجه هو القرار قرار للمواطنين. زين. هسه اكو شغله جت ببالي، يعني هو اللي يشتغل تاكسي عنده امكانيه يشتري له سياره 2023 حتى يشتغل بها تاكسي، ايش قد نسبتهم 2 لـ 1%؟ استاذ رغم انه القرار مسويها 18 19 رغم انه القرار قرار صدر وصدرت التعليمات عن طريق المكتب الاعلامي لوزاره النقل، لكن هذا الموضوع لا يستبعد ان يكون عليه تعديل. راح يتم تجربه افتتاح المطار، بعدها راح تصير تعديلات، يعني مثل ما كانت هنالك اجراءات جزئيه بعدين تحول الموضوع الى كلي، الكلي ايضا يحتاج الى تعديل، وتعديل ايضا راح يكون بالقريب العاجل وفق الدراسه اللي راح زين. او وفق يعني المعطيات اللي اجت من خلال هذه الدراسه المطبقه. رغم الدخول المحدود للمواطنين اللي كان سابقا اعداد بس المسافرين كانوا يدخلون، نشوف اجراءات تفتيش تقريبا معقده تحتاج الى وقت لاجراء التفتيش. اليوم فتحتوا المطار امام الجميع زين، هذه الامور ما تحتاج تفتيش بشكل مختلف، لان لا يبقى نفسه راح نشوف الازدحام يمكن يوصل العباس المنفرد. هو احنا كان هنالك اجراءات بشان افتتاح مطار بغداد الدولي وحضراتكم تعرفون به تاجل اكثر من مره زين،
هي عملية التأجيل صاحبتها عملية توسيع ويعني تطوير للحلول اللي العفو تطوير لبعض الممرات الخاصة بمطار بغداد الدولي، وأيضا تشخيص بعض الأمور اللي تحتاج إلى متابعة وتعديل عملهم. فكان هنالك خيارات لأن تكون هنالك 6 ممرات في مطار بغداد الدولي للدخول. أها ممتاز. تقسم ممر للمسافرين وممر للعائدين وممر للمواطنين اللي يستقبلون المسافرين، ممر للموظفين، ممر لشركات التاكسي العاملة بداخل المطار، وممر لأصحاب الباجات باجات دخول المطار، وأيضا النداءات اللي تكون من قبل إدارة الشركة. بالنتيجة كل واحد راح يجي المطار يعرف اتجاهه ويعرف طريقه، وأيضا الجهات العاملة في مطار بغداد الدولي تعرف واجباتها. بالتأكيد أنه هنالك ناس راح تخضع للتفتيش وناس راح تخضع للانسيابية مباشرة. مثلا عندنا احنا طواقم الشركات العاملة في مطار بغداد الدولي، هذه مرورها لازم يكون سريع زين، يعني تعرف هذا كابتن أو فني أو مضيف، فضرورة أن يكون موجود بالطائرة قبل فترة زمنية معينة للتعامل معه. أيضا مع الحالات الأخرى اللي تخص المسافرين، تعرف أكو مسافرين تأخرون بالازدحامات، فلما يجي المطار بغداد الدولي ويعرض حالته أكيد راح يكون هناك تعامل معه بشكل خاص من أجل أن يوصل لرحلته بوقتها المناسب. فكل الأمور هي تم طرحها وتم دراستها ووضعت الحلول على أساسها. جيد. أنا أريد أخذ يمكن إذا بقى عندنا وقت شباب أريد أخذ دقيقة واحدة فقط. تتحدث لي عن جهودكم وخططكم في إحياء والمساهمة بزيارة الأربعينين للإمام الحسين عليه السلام. نعم. وكوادركم والآليات اللي سخرتوها. نعم. هي قبل أن تكون جهود يعني هي واجب وطني وشرعي وأخلاقي أن يكون جزء من هذه المنظومة اللي تمثل زيارة الأربعين، وإحنا كوزارة النقل الشيء هذا يفرحنا أن نكون جزء من خدمة الإمام الحسين عليه السلام. لهذا وزارة النقل استنفرت كل جهودها لهذا الموسم. بالتأكيد أن هنالك توقعات أن يكون زيادة في عدد الزائرين. فيما يخص يعني ما أعرف أقدر أحكي عن كل تشكيلاتنا لو أجزئ الموضوع. لا عندنا دقيقة واحدة وكيف. تشكيلاتنا المعنية الرئيسية اللي هي الشركة العامة للمسافرين والوفود راح تشترك ب 650 باص حول محور بغداد كربلاء المقدسة وأيضا المنافذ الحدودية، واليوم زجت في 350 باص. فيما يخص الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بالتأكيد هي المسؤولة عن 4 محاور رئيسية بالقرب من كربلاء المقدسة والحكومات بالتعاون مع الحكومات المحلية للمحافظات الأخرى، وأيضا مسؤولة عن تنظيم عمل 300,000 باص للنقل الخاص ويوصل إلى 400,000 باص. أيضا الشركة العامة للسكك الحديد العراقية اشتركت ب 16 قطار، راح يكون هنالك تشغيل لهذه القطارات عبر 4 محاور، 2 منعتها رئيسية اللي هو محور بغداد كربلاء المقدسة، محور البصرة كربلاء المقدسة، محور سوق الشيوخ الناصرية كربلاء المقدسة والديوانية كربلاء المقدسة. فيما يخص الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كان تركيزها على عدد من الوجهات الرئيسية، باكستان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من دول الخليج العربي، وأيضا بخطوط بيروت ليكون هنالك جهوزية من قبل طواقم الخطوط الجوية العراقية وإدارتها للتفويج. المطارات زادت عندنا الرحلات ووصلت اليوم عندنا رحلات يعني تجاوزت 100 رحلة لليوم الواحد. مدير علاقات وإعلام وزارة النقل السيد ميثم الصافي أشكرك جزيلا، شكرا على هذه المعلومات. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا ختام حصاد الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يوجه وزارة الداخلية بتسخير جميع إمكاناتها لمنع الحوادث المرورية خلال الزيارة الأربعينية. وزير الكهرباء يوجه باستنفار الطاقات وتقديم الخدمات للزوار على مدار الساعة. وزارة النقل تعلن إضافة 350 حافلة لنقل الزائرين من المنافذ الحدودية لتأدية الزيارة الأربعينية. وزارة الصحة تعلم نشر فرق في المنافذ والمطارات للتحقق من الحالات المشتبه إصابتها بجدر القردة. وزير العدل والصليب الأحمر يناقشان معالجة مشكلة الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم في السجون العراقية.
مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.